السلام عليكم. يجري حاليا عملية وضع البساط نتاع الألعاب القوى حول ملعب عنابة، والآن رانا في المرحلة تاع وضع لو بيتيوم يعني القدرة اللي راهي تقريبا انتهت اليوم، وإن شاء الله في بالك ربما في بداية الأسبوع المقبل تبدأ عملية وضع الطارتون أو البساط المطاطي اللي إن شاء الله يكون لون الشباب يا إما أزرق أو أحمر. فيما يخص وضعية يعني العشب الهجين، العشب تم قصه ويعطي صورة جميلة جدا، وعلى عكس ما قلته سابقا يظهر أن البساط أو العشب الهجين هذا هو أفضل من العشب الطبيعي لوحده، لأنه يشد أكثر، يعني مدة الحياة نتاعو هي أطول من لا دوري دفي تاع العشب الطبيعي اللي لازم يتغير باستمرار. أما العشب الهشين يعني عنده اون دوري دفي بلو لونغ، وإن شاء الله تكون هذه تجارب باش نتكون ويكون فيها إطارات ومهندسين وتقنيين في هذا الميدان تاع صيانة الملاعب، صيانة الأرضيات العشب، صيانة الملاعب بصفة عامة، اللي إن شاء الله سوف يعني تسهر على صيانة هذه الملاعب اللي أصبحت يعني عندنا 6 أو 7 ملاعب من يعني طراز عالمي. لابد تكون فيها انفورماسيون كونتينيو تماشى مع التكنولوجيات المتغيرة. إذن نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.